الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الأولى: يعتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل ثلاثة عقائد. يعتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل ثلاثة عقائد. العقيدة الأولى أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف ما شاء. إن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف ما شاء، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وقد تواترت عليه أدلة الكتاب والسنة حتى عدها الإمام ابن القيم في أكثر من 3000 أو 4000 حديث، 3000 أو 4000 نص، كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما ذكر ذلك في الصواعق المرسلة. فمن جملة الأدلة قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقول الله تبارك وتعالى في آيتين: ومن أصدق من الله حديثا، وفي الآية الأخرى قال: ومن أصدق من الله قيلا. ويقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. وكذلك قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكل آية فيها قال الله أو يقول الله أو قلنا فإنما يراد فإنها دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، كقول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد أثبتت السنة ما أثبته القرآن من إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ففي الصحيحين من حديث ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار. الحديث بتمامه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بمثل بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا هو الشهر، وإضافة الكلام إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه العقيدة لله عز وجل. فإن قلت: وهل هذا كاف في اعتقادي هذا الأمر؟ فنقول: لا يكفي، بل لا بد من الانتقال منها إلى العقيدة الثانية،
وهي أن أهل السنة يعتقدون الاعتقاد الجازم بأن كلام الله حرف وصوت، فكلام الله عز وجل بحرف وصوت، وهذا قد دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة مع ما أيدها من الإجماع. يقول الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا بصوت. وكذلك قول الله عز وجل: فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، والنداء لا يكون إلا بصوت. وقال الله عز وجل: عفواً، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: فينادي بصوت: يا آدم إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، وواحد منهم إلى الجنة. الحديث بتمامه. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء. وكذلك الحرف أيضا له أدلته من الكتاب والسنة، فقد أجمع علماء أهل السنة على أن كلام الله عز وجل بحرف، يعني يجوز لك أن تقول إن كلام الله من أصوات وحروف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهي كلام الله. فوصف كلام الله بأنه حروف. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل بينما هو عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوق رأسه، فرفع رأسه فإذا ملك نزل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ منهما بحرف إلا أوتيته، لن تقرأ منهما بحرف إلا أوتيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، على 7 أحرف، بل إنك لو رأيت إلى كثير من بدايات السور لوجدت فيها ما يسميه العلماء بالحروف المقطعة، كألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف، وغيرها من ما هو معلوم لديكم، وكلها قد أطبق العلماء على تسميتها بأنها الحروف المقطعة، وهي من القرآن، والقرآن كلام الله، فوصف كلام الله بأنه ماذا؟ بأنه من حرف. فهذا مجمع عليه بين أهل السنة. فإن قلت: وهل هاتان العقيدتان كافيتان في كلام الله عز وجل؟ فنقول: لا يكفيان، بل لا بد من الانتقال منهما إلى العقيدة الثالثة، وهي أن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، فقولهم قديم النوع أي أنه باعتبار أصله صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل لا أجلا ولا أبدا، فلم يزل الله عز وجل متكلما ولا يزال متكلما باعتبار
أصل القدرة على الكلام متى شاء عز وجل. فأصل الكلام صفة ذاتية. وأما قولهم حادث الآحاد أي أنه صفة فعلية باعتبار أفراده إذا تكلم الله عز وجل بها، فلا يزال الله عز وجل متكلما بما شاء، فإذا وقع الكلام منه فهو صفة ذاتية. وإلا فأصل الكلام أي فأصل القدرة على الكلام صفة فعلية. وقد ذكرت لكم سابقا قاعدة عند أهل السنة والجماعة تقول صفات الأفعال ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها، فعلية باعتبار آحاد وقوعها. صفات الله عز وجل ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها، وفعلية باعتبار آحاد وقوعها. فالغضب باعتبار أصل القدرة عليه ذاتي، ولكن إذا وقع الغضب الآن من الله صار فعليا، والرضا أصل القدرة عليه ذاتي، وإذا وقع الرضا الآن من الله عز وجل صار فعليا. وهكذا الكلام، فالكلام باعتبار أصله صفة ذاتية ولا جرم في ذلك، بمعنى أن الله ليس بعاجز عن الكلام، إذ لو نفي أصل القدرة على الكلام لوصف الله عز وجل بالخرس والبكم، وهذا صفة نقص، والنقص منزه ينزه الله عز وجل عنه. فالله قادر القدرة الكاملة على أن يتكلم متى شاء، فإذا صدر الكلام منه على الصفة التي يريدها الله عز وجل فإن كلامه حال صدوره يعتبر صفة فعلية. أولم تثبت الأدلة أن الله سيتكلم مع أهل الموقف يوم القيامة وسيتكلم مع أهل الجنة؟ الجواب بلى. وهل هذا الكلام الذي سيكون يوم القيامة وهو واقع الآن؟ الجواب لا، وإنما سيقع في زمانه الذي يريده الله عز وجل من يوم القيامة، فحال وقوعه يكون فعليا، وأما باعتبار أصل القدرة عليه فهو ذاتي. فمتى ما استجمعت أيها الطالب الموفق هذه العقائد الثلاثة في كلام الله عز وجل فأنت من أهل السنة والجماعة. فإذا اعتقدت أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف ما شاء، وقد ذكرنا أدلتها من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك اعتقدت أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، وذكرنا أدلة الحرف وأدلة الصوت، ثم اعتقدت بأن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، فأنت من أهل السنة والجماعة في هذه الصفة العظيمة. وفي كل جزئية من جزئيات اعتقادنا في هذه الصفة قد خالفنا طائفة من طوائف أهل البدع، كما سيأتي بيان أقوالهم في صفة الكلام إن شاء الله تعالى. فهذا ما يخص المسألة الأولى، وهو تفصيل العقيدة بأدلتها في هذه الصفة.